أكيد كتير مننا كلاعبين آكل خازوق مرتب من لعبة معينة اشتراها ب$60 أو ب$40 وطلعت لعبة خايسة وزبالة على الآخر، وهون بيصير معك تأنيب الضمير والعذاب الداخلي إنه أنت كيف اشتريت هيك لعبة، يا ريتك كبيت المصاري بالبحر كان أفضل. أنا حكيت فيديوهات سابقة عن لعبتين خايسين مثل أبو خشم ولعبة النمر الأسود، ولكن هون الألعاب بتميزوا بشغلتين عن اللعبة اللي رح نحكي عنها اليوم. فهوليك الألعاب على القليلة نزلوا بكامل التطوير، يعني اللعبة نازلة وتطويرها كامل وخالص وطلعت خايسة، على عكس لعبة اليوم اللي نزلت يا معلم بدون تطوير اصلا او بنص التطوير. والميزة الثانية انه هوليك الالعاب نزلوا من شركات غير معروفة، فريق تطوير غير مشهور، يعني على عكس لعبة اليوم اللي نازلة من شركة كبيرة وقال اسمها يعني ولكن وقحة على الاخر، واللي هي شركة 2K. فاليوم رح نحكي عن اخيس الالعاب اللي لعبتها بحياتي، واللي هي لعبة WWE 2K20. فقبل ما نبلش يا ريت تدعمنا بلايك واشتراك ويلا على الفيديو. أول شيء كالعادة رح نبلش بقصة اللعبة. هذا يا معلم فريق تطوير لعبة WWE 2K20 راح لعند شركة 2K وقال له نحن والله تجرنا وتعبنا لبقى النخلاء انه نحن نطور هيدي اللعبة، فنحن قررنا ننسحب. فشركة 2K طلعت هيك قالت لك العمل اللعبة ضلت بنص التطوير، شو العمل؟ أم قالت استدعوا لي أفضل وأسكى المطورين والعاملين اللي عنا بالشركة. فأجوا ثلاثة يا معلم هيك مبين عليهم أسكية. 2K سألت أول واحد برأيك نحن شو بنعمل بهالحالة؟ أم قال له أنا بقترح انه نحن نأجل لعبة سنة يعني ما نكون خلص التطوير. عم شركة 2K مسكته وخبطته كف وكبته من الشباك. عم سألت الثاني انت شو بتقترح؟ عم قال له انا بقترح انه نحن ننزل اللعبة بنص السعر، بما انه هي بنص التطوير فنحن بننزلها بنص السعر. فشركة 2K عصبت هيك مسكته يا معلم علقته على اللمبة وكحشته من الشركة. اجت لعند اخر واحد واللي هو الذكي. عم شو قال له انا بقترح انه نحن ننزل اللعبة بنفس اليوم بدون تأجيل بدون تنزيل سعر ب$60 واللاعبين هن يدبروا حالهم ياكلوا هالخازوق. نحن اصلا يعني معروف علينا شركة دائما ان نسب وما فرقانة معنا يعني لا مصريات اللاعبين ولا جيبتهم ولا شيء. فشركة 2K انبسطت هيك وعطته مكافئة مالية عجيبة، وفعلا شركة 2K نزلت اللعبة بنفس اليوم ب$60. ويا الله على اللعبة يا شباب بنفس اليوم اللي نزلت فيه. اول ما نزلت اللعبة هيك اكلت كاف يا معلم تقييم 2 أو 1 من 10، وبعد جمعة تقريبا او 8 ايام صار حق اللعبة $20، وانا اشتريتها ب$20. تخيلوا انتوا يا شباب لعبة بتنزل ب$60 بعد اسبوع بيصير حقها $20، يعني قديش هي لعبة خايسة. المهم شو بدي احكي لكم عن اللعبة؟ اللي احكي لكم لعبة بنص التطوير، ففي كتير مودات مقفولة. مثلا انت بتلعب 4v4 مثلا بتفوت تعمل تاك تيم بيقول لك ايرور لانه المود اصلا مش موجود حاطينه منظر. بتروح لتلعب ملتي بلاير اونلاين ما في سيرفرات وصعوبة جدا جدا لتلاقي ماتش، السيرفرات خايسة على الاخر ما بتقدر تلعب ابدا، وكتير مودات صراحة مقفولة. بتروح لتعمل كريت سوبر ستار او انشاء مثلا مصارع، فبتلاقي ايده صارت باجره واجره صارت براسه راسه صار بظهره واشياء غريبه يعني فضائيه بتصير معك انت وعم تلعب اللعبه. نجي لنبلش ماتش، بتدخل تعيط المصارع هو عم يطلع، يمكن يطلع مصارع تاني، ممكن يطلع وجهه مأكول او اجره مأكوله او يطلع مثلا بلا اجرين هيك يجي طاير. وبس تبلش الماتش يا الله على الاستمتاع. لحظة صار لك ساعة بتنشح بأم اللعبة آخر شيء تقلي استمتاع؟ ما هو يا شباب الاستمتاع والضحك الهستيري انتو عم تلعب انت ورفقاتك بهيد اللعبة، حرفيا بتشخوا تحتكم على الحشيش اللي بيصير فيها. فجأة المصارع بيطير، فجأة بيصير تحت الحلبة، اجره بتصير برا وايده بتصير مدري وين، وصراحة يا الله وحياة الله يا شباب تخشى ضحك. حرفيا اللعبة جدا جدا بتضحك اول ما نزلت، يعني جليتشات وما بعدها جليتشات، بتحط سايبر بانك بالجيبة الصغيرة. عم بمزح. فحرفيا يا شباب اللعبة خايسة كانت بشكل غير طبيعي. طبعا بعدين نزل تحديثات وهيك، ولكن انا اللي بيهمني هو اول اسبوع اللي بيأثبت لنا 1000000% قديش شركة 2K هي شركة وقحة على الاخر، اللي هي كانت شركة وقحة دايما يعني، ولكن في فرق بين العالم تقول عني شركة وقحة او انا امسك الميكروفون قول انا شركة وقحة. فبتحس يا معلم 2K هيك واقف ماسك الميكروفون يا لاعبين انا شركة وقحة. ما عم افهم انا يا شباب يعني ليش 2K هيك عم تعمل؟ كل سنة لازم تاكل مسبات، كل سنة لازم تطعمينا خازوق، كل سنة لازم تسم بدن اللاعبين. هل ممكن انت تقلي ليش انت معصب؟ قلت لكم اياها 100 مرة انا من عشاق العاب المصارعة وبكره اني اشوف لعبتي عم تتدمر. اعتبر هلا انت نزلت مثلا لعبة God of War او لعبة GTA 6 وطلعت خايسة، ما بتنقهر؟ اعتبر عم بقول مستحيل يطلعوا خايسين بس انه ما بتنقهر؟ فصراحة جدا بكره انه يدمروا لي اللعبة اللي انا بحبها كتير. طبعا شركة 2K بعد هالغبا كله اللي عملته والفضيحة والوقاحة ما قلت لك خلاص نحن لا بقى نعمل شيء،
لا لا لا، شركة 2K رجعت نزلت سنة 2020 بعدها بسنة لعبة WWE 2K Battle Ground وطلعت أخيس من لعبة WWE 2K 20 من أخيس ألعاب سنة 2020. فالله يستر هيدي السنة شركة 2K شو لح تعمل وتحاول تسرق منا ومن جيبتنا المصاري. فالله يعيننا على الشركات الوقحة اللي ما بتخاف الله صراحة، اللي ما بيهمنا لا مصلحتنا ولا مصلحة اللاعبين أبدا، فقط نزل لعبة ونصوب على هاللاعبين. والحلو صاروا بينصبوا عليك هيك وجه لوجه، يعني ما بيستحوا ان احنا لا خلاص خلاص نحن بننزل وبننصب عليك، انتوا عم تطلع فينا عادي جدا. هلا كان فيديو اليوم، بتمنى يكون عجبكم. اكتب لي تحت بالتعليقات لعبة اشتريتها وطلعت خايسة او انبخعت فيها وانقهرت وتمنيت لو انت اشتريت لفة شاورما بدل هالمصاري اللي دفعتهم على اللعبة. ودعمني بلايك واشتراك وشكرا من كل قلبي على 800، ورح نوصل ان شاء الله قريبا ل 900. يا عمي شكرا من كل قلبي والله، انكم بدكم بوسه وحياة الله. فشكرا من كل قلبي لكل واحد عم يتابعني وعم يدعمني بلايك واشتراك حتى بديسلايك عادي، يعني ما في مشكلة. شوفكم في الفيديو الجاي ويلا سلام.